الو فاطمه الزهراء، كدرا ام امتي بنت؟ بس الحمد لله. بنتي كي دايره انتيا؟ الحمد لله ام امتي حنايا. مالك بنيتي؟ ما كبنيتي على هاد الغبور؟ مالك ما كبنيتي؟ شنو درنا لك؟ اقول يا بنيتي جي عطلي عليا وشوفي عم امتك، شوفي حالها وشوفي مالها. ام امتي انت راكي عارفه مع الخدمه والله، وبزاف على الخدمه بنيتي بزاف. ماشي هي دي فاطمه الزهراء اللي كانت واللي ولدت واللي عرفت شنو كاين بها؟ واش غنقول لك بنيتي؟ الله يدير لك تاول ديال الخير. امينه حبيبتي، انت راكي عارفه راه ما سهلش هادشي اللي انا فيه، ولكن ام امتي اش غنقول لك؟ ادعي معايا. شوفوا والله القسم بنيتي، فيما كنصلي كندعي معاك، وفيما كيروح اللي كنزكفو في الله وكندعي معاك بنيتي. حاسه بك بنيتي، حاسه بك، الله اللي عالم. الله يخليك ليا ام امتي يا ربي، ويخليك ليا. ادعي معايا ام امتي، محتاجه لدعواتك معايا. وما تطوليش عليا بنيتي، الله يرضي عليك ام امتي، الله يرضي عليك. انا ما جي عندي بنيتي، جي 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 غنشوفك بنيتي. واش غنقول لك؟ الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق بنيتي. الله بنيتي، يالله بسلامة مامتي. الله يا بنيتي، الله الله يا بنيتي، على حالك كيتبدل. الله يا بنيتي، خداك نوارة ولا حك شوكة. يا ربي يا ربي تاخد فيه الحق، يا ربي تاخد فيه الحق. كما ضيع الله يضيعك، كما ضيعتي الله يضيعك وليدي. سي الله ياخد فيك الحق، سي الله ياخد فيك الحق. قبل ما نبداو جبت لكم هذا الموقع هذا اللي سميتو مونسبيت. هذا الموقع هذا كتراهن بيه على الفروق ديالك المفضله، وقبل هادشي كامل ما كتشارجي كتحملو في التليفون ديالك كتربح 5000 درهم. ولا تسجلتي بالكود برومو ديالي اللي هو هذا، كتستافد اسيدي او تاني من فري موني، وكتستافد من 250 دوره فابور. اون بليس كتشارجي بلا كارت بونكير ديالك وحتى بالتعبئه. يلا واحد موفق اسيدي. مدام فاطمة الزهراء، محمد صافا تخير؟ كيدايره مدام؟ بخير، امورك مزيانه؟ صافا كيدايره مدام؟ والله الا بخير صافا تخير الحمد لله. توحشناك، فين كبرتي؟ مع الوقت ومع الخدمه. اش نقول لك فاطمة الزهراء، الغدره هادي واه ساعه تولي لها شادي نقول لك. عارف امور ما هياش، شحال من حاجه تبدلات. المهم مخربقه شويه وصافي. باوي شوفي نقول لك، الماضي كيمشي فاطمة الزهراء، عاودي حاولي تعيشي حياتك. شوفي قد ما لقيتي راسك مزيان هذه هي الدنيا وما فيها. والله الله اكبر على قوتك. راه سهله بالفعل ولكن بالتطبيق صعيب. ساختو انا ما كنت كنبغيه وكان هو حياتي، ماشي بحال دابا. نساي كل شيء، والله نساي الماضي، دابا عيشي حياتك من جديد. زعما انت استاذه كبيره ومحاميه كبيره في البلاد، زعما وانت يا فاطمة الزهراء هكا زعما انت قويه، زعما كتدخلي المحاضرات وكتدخلي الجلسه وكتبقاي تهضري. كنبقى انسان قبل هذا الشيء كامل يا محمد، حتى انا راه عندي قلب. واش انا كنترافع وكل شيء وكنجيب حق عباد الله، ولكن وكنلقى لهم الحلول، ولكن مشكلتي ما لقيتش ليها الحل. راه حسيت براسي ملي طلقت تهرست. وفهمني يا محمد، راه ماشي ساهله عليا، راه العشره اللي بقات فيا وبقى فيا راسي. ودابا وماماك واختك ما كتجيش تشوفيهم؟ وانت دابا عايشه بوحدك في الدار وشويه لاباس. مرتاحه، ما باغاش، ما قادرش نشوف عباد الله ولا نسولهم ولا نهضر معاهم ولا نقول لهم شي كلمه. مرتاحه هكا بوحدي والله. شوفي دابا انا دابا ممكن حتى مشكل، نعرض عليك تشربي معايا شي قهوه. والله ما قادر، والله خليني، بغيت غير نمشي نرتاح شويه. عيانه راك عارف الخدمه والقاعات وصداع الراس. يلا نمشي نرتاح شويه، خليها المرة اخرى. خليك على خير، الله يحفظك، الله يكبر بك، شكرا بزاف.
شيري؟ صافا صافا تخونكيل الحمد لله. شي مزيان؟ كي دوزتي نهارك؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله ونشكروه. البنوتة جبتيها من الخارج؟ جبتها قبيله، دارت لي دوفوار ديالها، راه هي كتلعب شويه، عطيتها الطابليت. اش نقول لك؟ تلاقيت مع فاطمة الزهراء اليوم شويه، كنت نيت حدا المحكمه وكنت واقف على القهوه كنتسنى فواحد السيد اسمو ليا ديزا شحال هادي مشاش صافي، و هضرت معاها وقلت لها تعالي تشربي معايا شي قهوه وما بغاتش بينا. مسكينه باقا مأطره من المشكل ديالها. ما سهلاش ما سهلاش، واحد كنتي مزوجه بيه غدا انت وياه مزيان، دايره نيتك في الاخر ما بين الليل ونهار كلشي تقلب. ما سهلاش يا محمد. انا ملي كنجبد موضوع اختي كيبقى فيا الحال بزاف، ما نكذبش عليك. نو خاصها تعطيها الفرصه لراسها، حيت ماشي نهايه الاحلام، ماشي اي حاجه حنا غنعطيو اهميه حنا كنقولوا فحال هكا حيت الموضوع بعيد منا. ما هي نعرفها كل ما كانتش خدامه وشويه معمره وقتها كانت غتدخل شي ديبرسيون صعيبه. باوي انا الحاجه اللي كانت كتضرني كثر هو كيضربها، واش باقا شي مره كتضرب في هذا الوقت؟ ني ماشي راجل كيضرب العيالات. نو ماشي على هكاك وثاني، حيت كانت كتبغيه وتموت عليه وما خلات ما دارت على قبله. ورأيت خوا ما يستاهلهاش، هي استاذه كبيره محاميه قدها قد الخلا، ولكن الظروف كما كيقولوا نهايتها حبك على حجره. محمد ما عندك ما يتقدى دابا. نو انا راه غنعيط لماما، نعيط لفاطمه الزهراء دوز تما ومنها نشوف ماما ونشوف اختي. خليها ترد مزيانه غدا. غدا ان شاء الله ندوزو عندها ونقدروا نتغداو معاهم كاع مزيانه اللي بغيتي. نيت نجمعوا العائله شويه ونتفكروا بالايامات الزوينه. اودي وليدا كنشوفو غير الخايب، الزوين ما بقيناش كنشوفو. الحمد لله هي سيتوياسيون قاده، كلشي عندنا، ولكن راحه البال ما كايناش. باش تعرف الفلوس ماشي هما كلشي. با سوسي ما كاينش مشكل، ما يهمش جيتي لي غدا كلشي وجود. ميرسي بوكو لي ماشي بدل حوايجك ودوز انا نخدم. موضوع فاطمه الزهراء باقي ما بغاش يتسالى. علي. نعم فين هي القهيوه ديالي؟ صباح الخير. صباح النور. بغيت نهضر معاك حيت انا الله. وصلت معاك حتى لهنا. مالك عاوتاني خالد؟ البارح ما بغيتش ندوي معاك حيت جاي سكران، ما كتقشع حتى شي حاجه. واخا غندوي ما غتفهمنيش وما غتعرفش الهضره فين غاده. ولد الناس انا راه وليت قد هكا في المحكمه، بكثرة ما كنبقى ندرق عليك ونطلب عليك الناس اللي معايا في الخدمه ونترافع لك وانا عارفك غلط. انت اللي انت هادشي. انا راه وليت في خدمتي كلشي كيضحك عليا، فاطمة الزهراء المحاميه الكبيره اللي حتى شي قضيه ما كتوحل فيها وحلت فيك انت، طيحتي ليا الدل في الخدمه. كلشي كيهضر عليا، كيشوفوني داخله كلشي كيتغامزوا عليا وانا كندير راسي ما فاهمه والو. حتى لامتى خالد؟ عاق وفاق بركه، راه بركه خالد. انا ما بقيتش قادره نتحمل. ساليتي راعي كلمات انايا. شوفي غنقتلك هنا وغندق لك هنا، ما تصبحيش عليا الصباح من بيرك. سمعتيني زوينات؟ بقيتيني انت تجي ليا على الصباح تنكري عليا. انت راه واحد مريض، راه هادشي اللي كتعرف لي. واش انا كنقول لك وصغرتي بيا؟ انا راه عليا شويه، راه خدمتي هي مناش عايشين. الا مشات هاد الخدمه شكون اللي باقي خدمتي؟ انا وليت مصغر بك انت. واش انت هاد التخلود اللي وليتي كدير؟ انا داير بحال هكا، عرفتيني داير بحال هكا؟ شنو بغيتيني ندير؟ ما غتمشي للحبس. انا راه عييت نطلب في عباد الله. ما طلبينش انا لا، مره اخرى ملي تجي عندك تقول طلبي عليا قولي لي لا. راك راشني محسوب عليا على الحاجه اللي غدرك غدرسو، ماشي هي الاولى. واش كاين شي محاميه راجله مخربه؟ الصباح هذا الله يرحم لك الوالدين فوتيني عليك. خليت بركه من هادشي. انا ما بغيتش تشتت عشي، انا باغي نكمل انا وياك، انا كنبغيك وما كنتش كنبغيك ما غنصبرش على هادشي. ولكن انت خليت فهمني، راعي عليا شويه، راعي قدر خدمتي قدر ظروفي. حتى لامتى؟ تاش من ظروف؟ ملي ما غتكبريش بيا ما كاين لاش انا لا. سمعتيني؟ نوضي راسي على وجهي. نوضي من حدايا، نوضي الله يعاوننا ويعاونك، نوضي من حدايا. يلاه نوضي وجدي لي القهوه ديالي زوينه هادي. بقيتي لي انت تنوضي لي على الصباح، بدات تلغطي عليا لقطع عليا الوقت من عندها. ذهبي فينا هو خالد؟ ذهبي فينا هو؟ فرقي مني. ذهبي فينا هو؟ راه كندوي معاك. اش من ذهب؟ اش من ذهب؟ ذهب ليه الزيتي؟ بقى
لك غير ذهبي، بقات لك مرتك تشفرك، خلوتي تعيشي برا، جيتي هنا للدار تهز لي انا ذهبي. الا ذهبي ضاربه فيه تماره وشاريه بعشقي، ذهبي حضر. كنت محنسر وخديته وصافي، تيكون عندي ونجيب لك شي حاجه بحال هكاك. ما تجيبش ليا، جيب ليا غير ذهبي، انا ما باغا منك والو. موالف كتجيب لي، عطيني غير ذهبي. فين درتيه؟ ما عنديش، كنت محنسر وخديته. خالد مع الشيطان، ذهبي فين هو؟ نعاود نقولها لك، كنت محنسر وخديته وعادي، وانا ما عنديش مشكل. وانا ملي كنتحنسر في الفلوس انتي سمعيني، انتي نبيعك، ما عنديش غرام ديال المشكل. شحال خاصك ديال الفلوس؟ غير جيب لي ذهبي، انا نعطيك داكشي اللي خاصك. عافاك خالد، انا ذهبي هذاك. شوف هاد التبوكيصه، سمعيني مزيان، نقول لك واحد جوج كلمات. طاقي منها ذهبك تباع، تصرف، مشى باح. كيفاش ذهبي تباع وتصرف؟ واش انت ديال المسرين؟ صبي ملح وطار خالد. الا ذهبي فاطمه بغيت يرجع عندي، يرجع لي ذهبي، ولا ما غيعجبك حال الشيء اللي كنت كنضرافع عليك. شوف هذاك التبوكيصه، نقول لك واحد جوج كلمات، غتريح الارض ولا غندفنك هنا. وصافي مالك سالي، صافي مشى، هي مشى سالينا، وانا اللي لقيتها في الدار غنديها. هذا هو خير ياك، هذا هو خير اللي مخليكش تدخل الحباسات، راه بسببي انا ما لحد الساعه ما دخلتش الحبس. ما تقايش مني عليا، ما تقوليش ليا خليني ندخل الحبس. كبحت بما غتردوش ليا ياك. يلاه ما عنديش، انت ما تلوميش على اي حاجه غنديرها، يا اما غتجيب لي دابا ولا ما غيعجبك الحال. نقول لك واحد جوج كلمات غتسمعيني مزيان، شتي الا درتي شي حاجه ما تلومي غير راسك، وانت عارفاني كيفاش دايره تبوكيصه. صافي انا سير، الله يرضى عليك، وسير ياك. انت اللي سير، عطيني التيسع، ما بقيتش كنحملك انا لا في هاد الدار لا في حياتي. خرج عطيني التيسع، ما بقيتش كنحملك انا. هو مشى، مشي بلا رجع، مشي بلا رجع. يا ربي يا ربي، باش ندرت في حياتي انا اللي غيلاقيني الله بواحد بحال هذا. ندمت ندمت ندمت، تبعت الحب. شوفي فين خرجك، شوفي فين خرجك، حياتي دابا كله ضاع، حياتك كله ضاع. شوفي فيا ملي ندوي معاه. نعم، شوفي هي البرا اللي كانت في الثلاجة. لحتها الزبل، لحتو في الزبل. شنو هو؟ كيما سمعتي مزيان، برافو عليك، من تخلوض ولا شي كدوق البراوات ياك. واش شي سوقك؟ واش عارف اش درتي؟ هذاك الشيء راه ديالي يا فاطمة الزهراء. واش انت راه دهبي الزيتي وبعتيه وما كانش ديالك؟ ها؟ بحال بحال دابا. اسمع ولد الناس، ملي وليتي كتعاطى لهاد الزبل براتي بغيتها. طلقني، ما بقيتش حامله العيشه معاك، وما بقيتش حامله وجهك انت براسك. فاطمة الزهراء، عطيني ديالي واللي بغيتي غنديرها معاك. طلقني طلقني، يلا عطيني براتي وطلقني، والله يعاونها ويعاونك. دابا انت باغا الطلاق؟ اه انا التي طالقه، طالقه بالثالث، ولكن عندي جوج هضرات غنقولهم لك قبل ما غنطلقك. غتعطيني فلوس ولا غندفنك هنا؟ والله حتى غندفنك هنا، سمعتيني؟ ما تدي بريتك حتى تعطيني فلوس. بعد مني، ياك بغيتي غير الفلوس جاوك، المهم غير نتهنى منك ومن كماتك. شو حالتك؟ كيفاش وليتي كترعد؟ انت بنادم انت دابا؟ ها؟ ما غنساش فيك هادشي اللي درتي فيا، ما غنساش فيك هادشي اللي درتي فيا. لحتي ليا البلديه، ولكن والله تي غنعذبك. وعقلي مزيان شنو درتي؟ قلت جهدك ديال ولا فلوسك غنعطيهم ليك غير باش ضرك عليا كماتك. وجدي ليا فلوسي ولا غنقتلك. شي كلمات قلتهم لك؟ سمعتك. الحمد لله يا ربي، الحمد لله، أخيرا غنتفك منه. السلام عليكم، انا صفت مزرعه ديال بخير. شكون سمح لي بعدا تجلس؟ مكايا شنو كاين؟ الحمد لله لاباس، ما فهمتش شي جلستي. قلت لك انا كون باغا عباد الله غتلقاني انا جالسه حداهم. فاطمه زهره، مالك دوي معايا فحال هكا؟ انا غير شكايه وقلت نجي نناقش معاك شي موضوع. شنو الموضوع اللي دارك؟ غير قول لي وحاولي تناقشي معايا الا كان ممكن فاش نساعدك. ما عندك خويا فاش تساعدني؟ الحمد لله قاده بشغلي، ما تنساش انا المحاميه وناجحه الحمد لله. انا عارف هادشي كامل. حتى مزار شوفي، غير عاودي لي شنو كاين وما يكون غير الخير. واش كتعرف هاد الايد اللي حطيتي عليا نقدر نتابع قانونيا بدون التحرش ولا لا؟ ولا لا لا، على ودك نمشي للحبس شي انا وندخل 20 عام، نيه هانيه. لا لا
البركه من تفليات ما كنضحكش معاك. فمزارة شوفي انا ما كنبغيش نشوف الكايه وكديك النهار جيت بغيت نسولك حيت نهار على نهار ملامحك كتبدل بزاف اشنو كاين والساعه لله واش كتصحاب شي وحده لها طلقات سهله راه ما سهلاش واخا انا انسانه مثقفه وقاريه وكلشي ولكن راه المجتمع كيبقى نفسه كيلوم اللي مطلقه كيما بغات تكون. انا حاسس بك فاطمه زهره هادشي كامل اللي كتقولي ولكن الحمد لله هادشي كيف قلتي قاريه وواعيه وعارفه شنو كديري ولا مشى راجل يجيو 10 وانت هادشي كتقوليه الناس اللي كيجيو عندك وكتخدمي معاهم ولا لا هادشي كله فاهمه ولكن راه انا ملي عشتو ما قدرتش نتحملو جاني صعيب وما قدرتش نخرج منه. انت انسانه قويه وشي كيدوي عليك بالزوان نزيدك حاجه اخرى فاطمه زهره صراحه كتعجبني بزاف اقسم بالله العظيم وكل مره كنبغي نجي نفتح في الموضوع وكنحشم كنقول لا لا تولي ديكلاريا بيا وصيفطاني للحبس ما لا ضحكتيني شحال زعما ضحكتي وراه هذه هي الضحكه اللي كنبغي نشوفك بها ديما وكنواعدك ما نكذبش عليك واخا كنخدموا مع بعضياتنا ولكن بيني وبينك انا راه الا خارجه من تجربه فاشله ما قادراش وما عنديش الجهد باش انني نعاود نجرب مره اخرى. الا كانت هذيك التجربه فاشله معايا غادي تكون ناجحه باذن الله والحمد لله انا وياك خدامين مع بعضياتنا وغادي نديروا يد في يد وغتزيدوا القدام علاش لا غير عطاني فرصه فاطمه ما غنتفاهموش غير ولدي ما خدامين بالقانون وهادشي كامل شوف انا غنخليك دابا والله غنمشي نشوف ماما شي حاجه صافي واخا فاطمه زهره المره الجايه ما تبقاش حطيتك واخا ناري الموظفين شحال فيهم ديال الحسابات قهوه داتها أنا وليدي بخير بغى الصداع الصداع جا عندك نعم مرحبا والف مرحبا يا بنيتي ونعاود بنيتي مرحبا بك ايوا كي داير البنيه سمعت ما جبتيها ماما ليكو اليوم راه باقا قاريه شويه راه غنمشيو نجيبوها يسحب لي صافي راه محمد قال لي نمشي ونتجمعوا نفكروا ايامات زمان ونضحكون بالسطر مرحبا وليدي شحال هادي ما ضحكنا دارك وليدي شحال هادي ما ضحكنا ديما كنقولها لك ماما راه كنغير صافي بركه انا اللي بنتك ماشي ولي ولدك شوفي انت راه بنتي واني تا هو ولد الناس تا هو راه ولدي ما تنساش الله يخليكم من بعضياتكم اولادي الله يخليكم من بعضياتكم جيت بيدي عامره ماشي خاويه علاش بنتي ودار داركم يا بنيتي علاش بشرتي فجاه كبيره كنصوني لي غنتلاقاو وما مساليهاش عندي هادي عندي هادي عافره من هادي لهادي حلقه من حسيتك انت والله لا بخير صحه لاباس كلشي مزيان الحمد لله ونشكر ربي وي لا الله الله يخليكم فاطمه زهره الله يخليكم ليا نهار كبير هذا من جمعنا بصح شحال هادي ما تجمعنا فحال هكا فحال شي عائله بغيت الضحكه ترجع لك بغيت تولي فاطمه زهره اللي كنعرف الحمد لله فاطمه زهره اللي كتمشي لخدمتها وكتجي فرحانه ماشي كتجي كتسد عليها الباب وكتبكي ومقابله غير مانطا وتليفون باش تنسى لا لا الحمد لله بديت كنخرج من ديك الازمه الحمد لله كنت شفت شويه لابسه وجايه انا بغيتك تزوجي بغيتك تعرفي على شي ولد الناس ماشي كاع الرجاله خايبين هانتي ربي عطاك راجل خايب انا عاطيني راجل غزال وماشي حيت في وجهه افعالو اللي كيدويو شوفي من الاختي هذا الموضوع باقي عليه الحال مروان مروان انت فين كتعرفي مروان انا غنعاود لك كلشي القضيه ديال ستيومين انت عارفه شويه حساسه راه خاصنا نخدموا عليها مزيان اي تغربات لينا خاصنا نشدوا منها راه الا ما كانتش هي راه ما غنربحوش هاد القضيه عارفه فاطمه انت عارفه هو اللي كسبني راه غنكسبو واحد قولي لها الدوسي هذا ها هو يلا ها انت راه ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى شي معلومه غنقدروا نبداو بها هاد القضيه ما بغيتش نخسر هاد القضيه راه الدوسي هذا خدمي عليه انا غادي نمشي نكوموندي غير شي حاجه نشربها ونمشي دابا حنا فوق الشرب مروان حنا خاصنا نخدموا صاحبي خليك انت خدامه انا غادي نكوموندي دغيا من بعد 10 دقائق نجي عندك صافي يلا غير خليك خدامه تجيبي معاك واحد القهوه ولا شي حاجه واخا يلا السلام عليكم السلام عليكم مروان صافا بخير ربي يخليك الحمد لله الله يكبر بيك اش حب الخاطر عرفتيني لا صراحه ما عرفتكش انا الاخت الاستاذه فاطمه الزهره اه حق قلت لي خرج وما دير حتى شي حاجه اييه واخا لا لا مرحبا والف مرحبا اسمح لي بعدا نوضتك لا الدنيا هانيه ماشي مشكل الله يكبر بك اللي انت الاخت ديال فاطمه الزهره على الراس والعين مرحبا قلا كانت عندكم شي خدمه غير اسمح لي وصافي مره اخرى
ماشي مشكل، واخا عندنا بزاف ديال الخدمه اقسم بالله العظيم، ولكن قول لي شنو اللي خلاك تجي حتى لهنايا؟ سي مروان ما نكذبش عليك، انا عارفك صديق ديال اختي وكترتاح لك بزاف. الحمد لله. بغيتك توقف معايا. فاش نوقف معاك؟ وتساند فاطمه الزهراء وتكون معاها وتحاول تخرجها من ديك الدبريسيون اللي فيها، وبغيتها تنسى الماضي، تنسى انها طلقات، وتنسى حتى داك الانسان واخا ما يستاهلش هاد الكلمه. شوفي اختي، اشنو سماك الله بعدا؟ منال. متشرفين الا منال. شوفي فاطمه الزهراء ضربي على حسابي، انا غادي نوقف معاها ونحاول نخرجها من هاد الدبريسيون اللي هي فيها. فهمتك مزيان، انا ما بغيتكش توقف معاها كصديق، بغيت تكون بيناتكم شي حاجه. ما يمكنش، انا ديما كنتقرب لفاطمه الزهراء وكنبغيها مروان، وكان حماق عليها. إذا كنتي كتبغيها دير ايدي في ايدك وانا غادي نعاونك حتى توصل داكشي اللي بغيتي. صراحة. وانا نشوف اختي فرحانه ومع شي انسان اللي يستاهلها. صراحه هذا هو المبتغى ديالي، شتي ملي تشوفيني انا مقرب لفاطمه الزهراء الا وكنبغيها وكنحماق عليها. باينه فيك ولد الناس. والله ما كرهتش تكون انا بيناتنا انا وياها شي حاجه اللي زوينه ونكونوا حياتنا لقدام ونديروا وليدات بحال اي كوب. هادشي ما كيجيش بالهضره، كيجي بالتطبيق. متفق معاك. خاصك دير خطوه للقدام. فاطمه الزهراء ماشي ما باغاكش، باقي ما تحلوش ليها العينين، باقي عايشه مع الماضي. ونتمنى وان شاء الله يكون خير من هنا للمستقبل. دير ايدي في ايدك. مرحبا. اسمح لي على هذا الوقف. اسمح لي قلت غادي ندوموندي غير شي حاجه، غادي ندخل ما غادي نقول لها حتى شي حاجه. واخا تشرف شي بكلا لا منال. الشرف ليا. يلا خليك الراحه. الصراحه كيبان من اطيب خلق الله. انا ما بغيت والو، بغيت غير نعاون اختي ونشوفها مزيانه ومع شي واحد اللي يستاهلها. انا اختي ما بقاتش كنثق في الرجال على اللي دوز عليا خالد، وهادشي غير خديته كنبغيه وكيبغيني. حساك ناخذ واحد اخر ما بيني وبينه حتى شي حاجه اش غيدوز عليا مازال. كلشي عشتو الخايب والزوين. بركه عليا اختي مانا البركه. الله يا بنت الله، ولا جربتي مالاش فيها؟ فهمتي؟ اعطي الامل راسك، اعطي ولو عمره في حياتك بنتي. مالك بنيتي باقا صغيره وباقا كلشي يجيك، مالك بنيتي مالك؟ وانتي ما تبكيش، حنا بغينا نفرحو وما بغيناش نبكيو. فاطمه الزهراء غدير عقل، ماشي الرجال كاع خايبين. الحمد لله حنا معاك وغادي نساندوك، هادشي كلشي غيفوت. ازمه ودايزه مي الله ياخذ. ومنال انا ما بقيتش حامله الرجال، كرهتهم صافي، حياتي سالات مع خالد. سدي ديك الورقه وعمر ما غنحلها. انا ما بقيتش باغا شي راجل في حياتي مرتاحه بحال هكا بوحدي. هادشي اللي جبتوني كامل اش اللي جمعتوني اليوم؟ انا ما بقيتش باغا نتزوج، غيعطوني غير التيزه، ما بقيتش باغا منكم والو، لا نتوما لا رجال لا اي واحد. الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. سمعيني سمعيني ماما، ماشي وقت البكيان، وقت ديال نديرو ايدنا في ايدها. سمعي سمعي، غادي يكون الخير، وانا محمد ورا هذا الموضوع حتى غتولي فاطمه الزهراء بنتنا اللي بغيناها حنا. وقفي مع اختك الله يرضي عليك بنتي، راه هي اللي عندك. نو باش نهضر معاك وسير. لاباس؟ بغيت نفهم انا لافير ديال فاطمه الزهراء وداك السيد مروان. فين عرفتي هاد مروان انت؟ شكون هاد مروان؟ محمد كتثق فيا؟ بيان سور كنثق فيك. الدواء ديال فاطمه الزهراء والحل ديال فاطمه الزهراء اختي هو هاد السيد اللي كندويو عليه. هاد مروان خدام معاها، دري ترونكيل صراحه، طريف من اطيب خلق الله، وانا لقيتو طريق باش نرجع اختي فاطمه الزهراء اللي كنقلب عليها. ها انت دابا هاد مروان هذا باش عرفتيه انت؟ عرفتو حيت بحثت، هو صديق ديالها المقرب، ولكن هي حيت ما كتفكرش في الزواج ما كيبانش ليها، هو باغي يدير معها خطوه لقدام، هي كترجع بخطوه للور. شوفي اش حاجه ما فهمتيهاش يا محمد؟ تحاوليش تلوحي راسك في واحد البلاصه اللي ما غنلقاوش ليها الطريق. عرفتي علاش؟ حيت انت عارفه فاطمه الزهراء خرجت من ديبريسيون كبيره. محمد مع داكشي اللي داز عليها انا غندير اللي في جهتي، شي لا جابتها الوقت نبيع اللي قدامي واللي ورايا غير باش تبقى لي اختي غادي نديرها. لكن انا بالنسبه لهاد السيد لكن هو الحل، انا معاها ما عنديش مشكل. تماما كتير خاصك توقف معايا. ماما كتبدلات مسكينه، كبرات بلا وقت بسبب فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء ماشي هرست راسها، الله ياخذ فيه الحق، هرسنا معاها كاملين. واش غنقول لك؟ عرفتي فاطمه الزهراء كانت بحال شي وريضه، غدا وكتزيان غدا وكتفتح. هي اللي بغاتو النهار الاول دبالت محمد. الدنيا غداره، الوجه اللي جا عندنا النهار الاول بيه ماشي هو اللي بقى هو وياه في الاخر. راك شي البليه كتخرج على الانسان. هري تليفوني وسيري
شوفي البنت هكا. انا نايضا نبدل حوايج ونشوف بنيتها. ما يديرش شي وندير الخير وصافي. السلام عليكم. عليكم السلام. تعطلت عليك شويه؟ لا لا ماشي مشكل، مرحبا. كي دايره بخير؟ الحمد لله، الله يكبر فيك. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. صافا صافا الحمد لله. الوالده الحمد لله صامغش. الحمد لله. عرفتي علاش جبتك؟ الصراحه ما عرفتش. يا دبا ولكن كيبان لي جايبه لي شي اخبار اللي كتفرح. ما بين وبين ماشي مشكل، مرحبا. الفرح باقي. شنو كاين؟ باقا طريقه طويله. المهم درنا عليك واحد الشيماع صغير. انا وماما ها وراجلي. تبارك الله عليك انت. اييه زيدي. شوف دويت ليهم عليك، وكانت معنا حتى فاطمه الزهراء، وقلت ليها هذاك الولد راني كنعرفوه مزيان وشكرنا كاملين. الحمد لله. هي قالت لك علاش كتعرفي وهادي وهادي، راك عارف من حقها. ضروري هاد التساؤلات كيكون من حقها. شوف نجيك ما الاخر باش بلا ما نبقى نطول عليك الهضره. فاطمه الزهراء عندها مشكل، عندها عقده من الرجال، ولات كتكره شي حاجه سميتها الرجال. تخيل كتمشي لشي بلايص غير باش تبقى بوحديتها، ما باغاش تشوف حتى واحد. منال شي حنا عائلتها غير حيت مساندينها وواقفين معاه بزز، اما بعد المرات كتقول خليوني بوحدي. منال هادشي اللي كتقولي انا حاس بك، ولكن خصكم تحسوا بفاطمه الزهراء شويه. داكشي اللي داز عليها ماشي قليل، حتى هي تعرفات على واحد السيد وقالت غادي تكون مع اسره ودير معاه وليدات، ولكن في الاخر شنو صورات؟ ما صورات حتى شي حاجه. دونك خصنا نوقفوا معاها ونفهموا شنو باغا دير. حنا واقفين معاها وديري الواجب ديالنا، انت اللي خاصك توقف معاها. الا كنتي باغي فاطمه الزهراء بصح وكتبغيها خاصك توقف معاها وتساندها في هذه المحنه، وانا عارفاها غادي تكبر في عينيها وغتقول هذا هو الراجل اللي كنقلب عليه. نتمنوا خير، وانا غادي ندير اكثر من جهدي باش نخلي فاطمه الزهراء تقرب مني ونكون انا وياها ان شاء الله في الحلال. انا ما باغي لا حرام لا حتى شي حاجه. دابا غنسولك سؤال واحد. بغيتك دير جهد 10. سولني. فاطمه الزهراء فين نقدر نلقاها؟ ما عنديش فكره. صافي عرفت شنو غادي نلقاها، خليتك الراحه. زربتي عليا زربه خايبه ولكن كتعجبني. ان شاء الله يكون على خير. نتمنى ويكون الخير عم قريب ان شاء الله. واخا ان شاء الله. لا لا ما كاين حتى شي مشكل. السلام عليكم. زهرة لاباس عليك؟ مش مزيان الحمد لله. مال الزين كاعي مال اشنو كاين؟ خويا انا ما عنديش مع الناس اللي كيلعبوا من ورايا. فاطمه الزهراء ماشي كنلعب من وراك، انا عمري ندير شي حاجه اللي تقلقك ولا تخسر لك خاطرك، كنتي عارفه هادشي. ايوا وكيفاش كتعرف منال اختي؟ منال اختك الصراحه ما عندي ما نخبي عليك، منال اختك غير جابش الصدفه وتعرفش عليها وصافي، راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى. اللي كيهمني دابا هو انني انا جاي عندك دابا. شوفي فيا فاطمه الزهراء كنبغيك وكنحماق عليك. ما كتهمني حتى شي حاجه من غيرك دابا صراحة. راه هضروا معايا الدار ماما واختي وقال لي علاش لا ما تعطيهش فرصه، وانا انا لا انا لا ها الله اسمحي لي. لا لا ما نجاوبش انا على لي زابي، الخدمه هي اللي خاف. واش انا عندي لا لا فاطمه الزهراء وغادي نجاوب على التليفون؟ ما جاتش. المهم القرار اللي خديته قابلة نعطيك فرصة. سير اودي فاطمة الزهراء الله يخليك ليا. شوف هادشي انا حياتي بلا بك راه ما كتسوى حتى شي حاجة والله العظيم، وانا غادي نبغي نشوف غير ضاحكة ومبتسمة وعاجبك الحال معايا ومرتاحة في حياتك والله العظيم. ان شاء الله يكون الخير. ولكن ما تنساش راه محامية، ولا درتي معايا هكا ولا هكا دابا فاطمة الزهراء دابا. الله يخليك ان شاء الله يكون الخير. لا نستقبلك بالحليب والتمر. من نهار تزادت بنتي ما بقيت شفت اختي في داري. وياه وما ديتش عليا، انت عارفاني كيفاش دايره، والنفسيه هي كلشي. اللي ما كانش النفسيه ما غتقدري ديري حتى شي حاجه. غندير لك حيت انا بغيت فاطمه الزهراء القديمه، ما بغيتش ديال دابا. ديال دابا ما بقاتش كتعجبني، ما بقاتش زوينه، ما بقاتش كتهلا في راسها، ما بقاتش اكتيف، ما بقاتش غير كتشوفي فاطمه الزهراء كتضحكي. علاش كتضحكي؟ الله اعلم. وليتي كتشوفي لها في عينها كتلقاي واحد الحزن عميق، كتبغي تحكي معاها. هادشي كلشي غيتبدل ان شاء الله، وغنرجع فاطمه الزهراء اللي كنت. انا متاكده غادي يتبدل وغادي يكون الخير منها القدام. ما بغيتش ندفن راسي في واحد التجربه اللي دازت فاشله ما توقفش لي حياتي. زعما انا قاريه ومحاميه وكنضل نترافع على الناس، وانا القضيه ديالي ما عرفتش نترافع فيها. زعما كلامك هو الكبير، ولكن الدنيا تجارب
شي اليوم ندير بروجي ما غيستقش، غدا غادي ندير وغادي نضيع فيه، بعد غدا غادي نضيع فيه، ولكن الغد ليه من غندير شي بروجي مزيان وغنكون استفدت من كاع دوك الضربات غادي ينجح وغادي يمشي للقدام. وراه هادشي اللي بغيت ندير وبغيت نهضر معاك فيه. انا صراحه لالا مرحبا. شوفي مروان ولد الناس، ولد الناس وديجا خدام معايا وكنعرفو واش كيسوى، هادشي كامل عارفين. كنتسنى الاخير، قررت نعطيه فرصه. لا فرصة، باقي ما قلت لا أهلا لا. شوفي. فرصة من فرصة تجي خطوبة ترب صداق اختي ونشوف اختي عروس الله يكمل عليك بالخير. ما عرفتش أنا قلت نديرها في يد الله، صدقات مرحبا ما صدقاتش. أنا فرحت لك، بغيت نفرح أمي وبنا، غنوض نبدل عليا نمشي لعندها، نمشيو عندها نفرحها كيما فرحت أنا. راك عارفة الأم غتفرح في عشرة المرات. أي شوفي حاجة وحدة أنا غنصحك بها فاطمة زهرة، شنو هي؟ اختك عندها تجارب ومزوجة وعندي بنيتها، سمعي تعلمي مزيان هذيك الدرس، تعلمي منه الاخطاء اللي درتيهم مع داك السيد ما نديرهمش دابا. لا لا شوفي مروان، لا علاقه بخالد، راه من نهار الاول كيبان لك الفرق، وانا صراحه من الاول عارفه الفرق بينه وبين خالد. هذاك خالد راه كي عارفه الشراب والتخلويط جامع كاع البنات. لا لا مروان بعيد على هادشي، وراه هادشي علاش فكرت مع راساتي وقلت علاش لا فاطمه زهرة ما تعطيهش فرصه، انت ما خسرتي شي حاجه. ولد الناس هو غير تهلا فيك. انا دبت لي باش نشوف فرحه امها بنت حتايا. الله يخليك ليا اختي كويضه. تسنيني الدار دارك. الحمد لله على كل حال، ملي كتلقى عائلتك في جنبك كلشي كيدوز. شكون معاك انت؟ ماما. ما عندي ما نخبي عليك، جيت صراحه مش انا اللي بغا نقول، فاطمه زهرة بغات تقول لك شي حاجه. قولها فاطمه زهرة. هانتي شوفي ماما، انا بنيت، انا اخر مره هضرت معايا على ولدك ولد الناس سي مروان الله يخليك. وما زال تكبريش لي تبارك الله، ملي رجعت لها الضحكه ولات والعوينات معسلين وصافي خلينا نكمل هذا الشيء للنوض. يلا سير. المهم انا فكرت في هضرتكم مزيان، والعمر كيجري وانا ماما ماشي صغيره وبغيت انا نشوف وليداتي يوم بغينا شي خنيفيس. ماما فاطمه زهرة، ماما فاطمه زهرة. والله ما كرهتش، ولكن هادشي كله ما غاديش ندرك ولا الا بقيت غير ساده على راسي. قلت علاش لا ما نعطيش راسي فرصه مع داك ولد الناس، وصرت هو مختلف على خالد، ومني عاشرته صراحه ولد الناس والله يعمرها دار وحنين، وما كيبغيش ليا المضره، بالعكس كيفكر ليا قبل ما كيفكر لراسو. وقلت نتوكل على الله ونديروا معاه الحلال الا بغى الله. الله يكمل عليك حبيبتي بالخير. ربي كبيره بنت، ربي كبير ما كيسد باب حتى كيحل البيبان. الحمد لله. فهمت ولا لا؟ وهادشي كله اللي داز عليك بنيتي عاد تجربه، وكيقول لك المتان من الغلط كنستافدوا. فهمت ولا لا؟ يمشي واحد ويجي واحد، يمشي الخيب ويجي الزين. هذاك الشيء اللي كنقول لك. ونيتك زينه بنيتي، ربي جاب لك ولد الناس اللي تا هو زوين. لا بنيتي حتى انا بغيت نشوف بنيتك، تاني بغيت نشوف وليدك كيفاش تبنيت بنتي تاع انايا. شوفي منال تبارك الله وصلى على النبي عليها، واني تا الله يكملك بعافيه. الله يكملك فاطمه زهرة. الحب ماشي هو كلشي، بعض المرات كناخذوا شي واحد كنبغيو وكنموت عليه، في الاخر داك الزواج ما كيصدقش. بصح اما بعض المرات ما تتبعيش العاطفه، الحب ماشي هو كلشي، خاصك تشوفي الاصل الانسان تاخديه مؤصل، عارف بينه وبين الله اللي مهلي في خواتاتو في مو غيت الله فيك انتي، ماشي بحال واحد ما عنده سوق. انت معميه اختي، اش كنت كنقول لك نهار الاول؟ اش كنت كنقول لك نهار الاول؟ ما تخدش ليا الخاطر، ما يصلحش. واني نتوما يا الله يهديكم كتخدموا قلبكم قبل من عقلكم. عندك الحق امي، فهمت من الوالدين والخاسر من الوالدين. واختي شي صلاه عن سلام على رسول الله الى جينا جا سيدنا محمد الله معاه جل علي. يا لك يا بني تبغي تعرفي كل شيء تما من خير يا امي، انت الله يخليك ليا. حبيبه السلام. الله يسلمك. وشنو انا مسكين ما نتغدى ما نجي ناكل، انا نجي لقاك خارجه. المسكين خصو يصبر معنا هاد الايام حيت غتكون عندنا مناسبه وغيكون عندنا اجره وخاصك توقف معنا. شكرا. هنا شي كادو يكون مضخم. نزلك عارفاني عفاك ود الخير. شكون بعدا؟ شكون؟ فاطمه زهرة. انا واخيرا دارت عقل
وغادي يتزوج وربي غادي يكمل عليها ان شاء الله. حلفي بالله. وبيبن مسيو مروان واش كما كتعاودي هاد لافير زين هذا؟ هو يلا خويا صدقات اليوم قلت لك اليوم دابا وقيله مع داك اللي تخافوا ديالي انا وكنمشي نخدم من هنا وطعن من هنا انت هاد الايام اصلا ما كتحكش راسك باش ما نبقاوش نكذبوا. اسمحي لي 15 يوم يلا داكشي اليوم داز وقلت نقول لك اليوم اليوم اكلت معايا وداكشي بنتي شكون حل الطريق؟ شوف داكشي بيناتهم كيبالي انا عارف كي دايره دابا انت قادي شي طريق وصوبتيها وصافي وانا عارف كي دايره انا شوف واحد الفرشه انا عارفك كنحطك على الجرح هكا كتبرع ياك بعدا ودابا غنكملوا المناسبه وغادي نرتاح ونشوف لها نزيد شي بيبي. والله ما نكذب عليك كنتمنى من الله وحق الله القاسم كنتمنى من الله تعيش مزيان حتى دابا شفت مزال والله البيبي ما سمعتيش لي غنزيدو نزيدو بيبي ونزيدو بيبيات حنا نبقاو نبيبيو مالينا لافير اللي كاين وقفي مع اختك وقفي معاها ولا حتى جاتها انا كي عارفاك وتا هي قلبا وقلبا انا ما كنعتبروش نسيبي كنعتبرو خويا والله الا فرحت ليها والله ما نكذبش ولكن سالم عندي احسن كادو ان شاء الله الله يكمل عليهم بالخير والله يفرحهم والكادو ديالي ليهم نقول لك انت وعندك تقولي ليها قول فاش غيتزوجوا ويساليو عمر على حسابي مزيان هذا راه ماشي كادو كادو ديتي فيه الاجر وجمعتي كلشي نزيدك حاجه اخرى محمد كون عندنا الوقت نقدروا نمشيو معاهم حتى كنبغيك بزاف آه. الله يخليك ليا صراحه يلا بغيتي جديد تغدا ما عمرني غنلقى فحالك هذاك واجد ها بديت غنقول لك الحب راه ما كيوكلش بزاف ديال الحوايج